فيديو النهارده عن مشروع برأس مال كبير، مشروع ارباحه كبيره جدا ما شاء الله. مشروع النهارده عن تصنيع منتج، لو قلت لك ان 5 أو 6 اللي بيصنعوا المنتج ده في مصر مش هتصدق. مشروع جميل جدا وارباحه خياليه، للعلم ان المشروع ده مشروع حصري. حصري يعني ايه؟ يعني ده اول قناه يوتيوب تتكلم عن المشروع ده بجميع التفاصيل. النهارده هنتكلم عن جميع التفاصيل اللي تخص المشروع من الالف للياء، وهقول لك ازاي تكسب من المشروع زي ما ناس كتير بتكسب من المشروع مبالغ كبيره جدا ما شاء الله. تابع الفيديو للآخر عشان تعرف كل معلومات المشروع ده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع جديد على قناة رضا حاتم. مشروع النهارده يا جماعه مشروع جميل جدا لاي شاب، لاي مستثمر، لاي حد معاه راس مال كبير وحابب يبدا في مشروع مضمون باذن الله. مشروع جميل جدا، لو قلت لك ان 5 أو 6 من المصنعين اللي موجودين في مصر هم اللي بيصنعوا المنتج ده، وما شاء الله المنتج ده ارباحه كبيره جدا، وما شاء الله يعني يعتبر مشروع ناجح جدا ما شاء الله. مشروع النهارده يا جماعه هو مشروع تصنيع الايس كريم والكونو. الايس كريم اللي هي العلب البلاستيك اللي بيبقى موجود فيها الايس كريم، والكونو اللي هي الكراتيس اللي بيبقى موجود فيها الايس كريم برضو. هنتكلم النهارده عن كل شيء يختص بالمشروع من الالف للياء، مع العلم ان مفيش قناه يوتيوب اتكلمت عن المشروع ده. فتقديرا ليا ودعما ليا يا ريت تضغط لايك تدعمني على المعلومات اللي هقدمها لك على طبق من فضه ان شاء الله. اول حاجه نتكلم على طريقه عمل المشروع او طريقه التصنيع، بعد كده اقول لك على الادوات اللي هتحتاجها من الالف للياء، واقول لك على المواد الخام، وهقول لك ازاي تسوق للمشروع ان شاء الله. اول حاجة طريقة تصنيع الايس كريم او الكونو. نبدأ كده، تصنيع الايس كريم بيتكون من 5 ماكينات، 5 ماكينات لتصنيع الايس كريم او منتج الكونو. اول ماكينة اسمها ماكينة تحضير الايس كريم. ماكينة التحضير ديت بتبقى مكونة من 3 ماكينات، يعني اول ماكينة بتبقى مكونة من 3 ماكينات اسمها خط تحضير الايس كريم. بتحضر الماكينة دي، بتحط فيها الحليب، والحليب بيتحضر لك بيتكون او بيتعمل الايس كريم. تاخد انت الايس كريم دي، الماكينة دي بتبقى متصلة بمواسير للماكينة التانية. الماكينة التانية اسمها ايه؟ ماكينة تجميد وضخ. تجميد وضخ الايس كريم. الايس كريم ان شاء الله بعد ما بيتحضر في الماكينة الاولانية او خط التحضير الاولاني، بيدخل في مواسير للماكينة التانية اللي هي بتبدأ تعمل تبريد للايس كريم. الايس كريم طبعا بيبقى سائل، بيتحول الى مادة صلبة، وبعد كده الماكينة دي بعد ما بتبرد الايس كريم اللي هي الماكينة التانية بتضخ الايس كريم. الايس كريم بعد ما بيتضخ بيدخل على ايه؟ بيدخل على تالت ماكينة اللي هي ماكينة تعبئة وتغليف الايس كريم. وماكينة تعبئة وتغليف الايس كريم دي بيبقى راكب عليها ماكينتين. الماكينتين يعني الماكينة بتاعت تعبئة وتغليف الايس كريم بتبقى متصلة بمكانتين. الماكينة الاولانية اللي متصلة بماكينة تعبئة وتغليف الايس كريم بتبقى ماكينة المكسرات او الفواكه. الماكينة دي مثلا بتحط، بتلاقي مثلا على في علبة الايس كريم المكسرات او الفول السوداني، بتحط في الماكينة دي الفول السوداني، والماكينة بتبدأ تكسر لك الفول السوداني وتحطه لك على العلبة، وهي بتعمل تعبئة للايس كريم. الماكينة التانية اللي متصلة بخط تعبئة وتغليف الايس كريم اللي هي ماكينة الصوص اللي هو الشوكولاتة اللي بتتحط على الايس كريم. دول ال5 ماكينات لطريقة تصنيع الايس كريم. يبقى اول ماكينة اللي هي خط تحضير الايس كريم، بعد كده بتنزل لك الايس كريم على هيئة سائل، بتدخل بعد كده على ماكينة تبريد وضخ تبريد وضخ الايس كريم، بتجمد لك الايس كريم، بعد كده تضخه لك لماكينة التعبئة والتغليف. وماكينة التعبئة والتغليف بيبقى متصلة بماكينتين اللي هي ماكينة المكسرات وماكينة الصوص. نبدأ بقى بعد كده المساحة المطلوبة. طبعا انا عايز اقول لك معلومة، اي كلمة انا بقولها في الفيديو ده النهاردة واخدها من يعني من بق ناس فتح المشروع ما شاء الله. ناس فتح المشروع اتصلت بيهم وتواصلت معاهم واكدوا لي المعلومات اللي انا بقولها في الفيديو ده ان شاء الله. المشروع ده بيحتاج مساحة قد ايه؟ اقل مساحة تحتاجها المشروع ده 150 متر. 150 متر كأقل مساحة تبدأ تفتح فيها مشروع أو مصنع تصنيع الأيس كريم والكون. بعد كده هتحتاج التراخيص، والتراخيص المطلوبة والأوراق المطلوبة للبدء في المشروع. التراخيص المطلوبة دي اللي هي إيه؟ السجل التجاري والبطاقة الضريبية وترخيص صحي من وزارة الصحة بالمنتج الغذائي اللي أنت هتبدأ تصنعه وتعبيه إن شاء الله. دي بالنسبة للتراخيص اللي أنت هتحتاجها. بعد كده نتكلم عن الماكينة اللي هي بتعمل تعبئة للمنتج ده. الماكينة دي انت
انتاجها قد ايه؟ انتاجها 3000 عبوه في الساعه الواحده. الماكينه بتشتغل على كهرباء 220 فولت. طيب بالنسبه للمواد الخام اللي هحتاجها، اول ماده خام اللي هي الحليب، والحليب ده اللي هو بيتصنع منه الايس كريم. بعد كده هتحتاج الشوكولاته، بعد كده هتحتاج البسكويت اللي هو القرطاس البسكويت اللي انت هتبدا تعبي فيه عشان يبقى منتج الكونو. البسكويت ده طبعا حضرتك مش هتعرف تصنع الكميات الكبيره اللي بتطلب منك. البسكويت ده في شركات مخصصه بتصنع البسكويت دي. البسكويت دي سهل جدا، واي حد يقدر يعني اي حد يقدر يجيب او يعرف اماكن بيع الشركات اللي هي بتصنع البسكويت. هتحتاج بعد كده العلب البلاستيك، العلب البلاستيك اللي انت هتبدا تعبي فيها المنتج، والعلب البلاستيك دي بتجيبها من اي مصنع بلاستيك وبتكتب عليها اسم المصنع بتاعك الخاص بيك. بعد كده بتحتاج الكرتون نفسه، الورق الكرتون اللي هو القرطاس نفسه، ده هتجيبه منين؟ هتجيبه من مصانع الورق. دي بالنسبه للمواد الخام. نيجي بقى على الايدي العامله، هحتاج كام عامل في المصنع اللي انا هبدا افتحه ده ان شاء الله؟ طبعا كل ما زاد الطلب عليك كل ما بتزود عمال، بس العمال اللي انت هتبدا تشتغل بيهم، اول حاجه هتحتاج عامل على ماكينه اللي هي تحضير الايس كريم، تاني حاجه هتحتاج عامل على ماكينه التبريد، تالت حاجه هتحتاج عاملين على ماكينه تعبئه وتغليف الايس كريم، عامل واقف بيلاحظ او ملاحظ على الماكينه، وعامل التاني بيبدا يعبي. طبعا لو الطلب زاد عليك بتجيب ناس كتير تعبي المنتج اللي هو، وبتزود سرعه المكنه، وفي ناس بتعبي المنتجات اللي انت هتبدا تصنعها ان شاء الله. في ملحوظه، المنتجات اللي انت هتبدا تصنعها دي بتتعبى في كراتين عشان تبدا تتوزع اماكن بيع الماكينات دي، واسعار الماكينات يعني اماكن بيع خط الانتاج بالكامل واسعار الماكينات ايه. طبعا هتلاقي في رابط المدونه تحت جميع الكلام اللي انا قلته في الفيديو النهارده من الالف للياء مكتوب، بحيث لو حبيت تراجع الكلام ده في وقت تاني. تاني حاجة موجود في المدونة جميع المعلومات الخاصة بالشركة اللي بتبيع المنتج ده وأرقام تليفوناتهم. طب خط الإنتاج ده بيبقى سعره كام؟ بيبقى سعره 1,200,000. طبعا زي ما أنا قلت لك في الفيديو في الأول إن المشروع بتاع النهاردة برأس مال كبير، بس خط الإنتاج سعره 1,200,000 بس، ما شاء الله أرباحه كبيرة جدا ما شاء الله. طبعا في ملحوظة، لو حضرتك إن شاء الله نويت اللي أنت تشتري خط الإنتاج ده، لازما بتقول المصنع قبلها بثلاث شهور، عشان المصنع زي ما احنا عارفين الماكينات اللي انت هتبدا تشتغل بيها مصنوعه من الاستانلس، المصنع هو اللي بيبدا يصنع لك الماكينات دي. نيجي بعد كده لاهم حاجه الا وهو التسويق، ابدا اسوق المشروع فين؟ طبعا انا صنعت الايس كريم، صنعت منتج الكونو، وصنعت علب الايس كريم. بتبدا تسوق، بتجيب لك موزعين على المدن اللي حواليك، تبدا توزع في المدن الخاصه بمصر كلها، وبعد كده ممكن توزع في السوبر ماركت الصغيره والكبيره، ممكن توزع على الهايبر ماركت. ما شاء الله ما شاء الله المشروع ده جميل جدا ومربح جدا لاي حد معاه راس مال كبير وحابب يبدا مصنع مضمون ان شاء الله باذن الله. ده كان فيديو النهارده، مشروع النهارده. المعلومه دي مش دراسه جدوى عشان تبدا تحاسبني، انا بجيب لك المعلومات اللي قدرت اجمعها وبقولها لك، انما دي مش دراسه جدوى لاي مشروع، مفيش دراسه جدوى في 10 دقائق. النصيحه الاخيره اللي بقولها في كل فيديو، اسال وابحث قبل ما تشتغل، اسال الناس واسال التجار واسال الشركه اللي انا سايب لك رقمها في المدونه، اسال الشركه هل فعلا المشروع ده كويس ولا لا، هل فعلا المشروع ده مربح ولا لا. ده كان فيديو النهارده، مشروع النهارده على قناه رضا حاتم، اشوفكم فيديو تاني مشروع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.